لكن في ملاحظتين قبل ما اتكلم. واحنا داخلين من المعرض تناول زميلي عمرو عبد الحميد وخدنا وقت كبير جدا عشان ندخل المعرض، وكان معانا عربيه فاضطرينا ننزل ونمشي على رجلينا عشان نقدر نخش، وكان في تعليقات وحوار عفوي بينه وبينه انه هذا الكم من الناس وهذا الكم من الحضور وهذا التنوع من الاعمار اللي موجوده وجايه علشان تدخل معرض الكتاب علشان تسمع ندوه او تسمع كلمه او تشتري كتاب او حتى تتفرج، اعتقد انه حاجه مش موجوده في اي مكان ثاني. وبأستعير كلمه زميلي وصديق عمرو لما قال عشان كده البلد دي عمرها تقع، الكلام ده ما كانش فيه كاميرا بتصور ولا كنا على التلفزيون، احنا كنا ماشيين وهو بنجر عشان نلحق نيجي على الطاعه، قال عشان كده البلد دي عمرها ما هتقع. وانا بستعين الكلمه وبقول فعلا عمر البلد دي ما هتقع عشان احنا بنقرا وبنفهم وعندنا وعي. مهما قيل يا استاذ كرم انه الشعب ما بيقراش وتراجع الكتب وتراجع الصحاب، غير صحيح، اوعوا تصدقوا، احنا بننظر عليه. لو احنا طلعنا التلفزيون نتكلم ما تصدقوناش. لا، الشعب ده عظيم بجد، شعب ما بيقرا بيفهم عنده وعي، ما حدش يقدر يزايد عليه. وانا طالع عشان اوصل للقاعه دي مش عارف امشي بالناس، هو الناس دي جايين ليه؟ هو احنا يعني هو في طابور زمان انتوا معظمكم ما اعرفش طابور الجمعيه الاستهلاكيه اللي بتوزع سمنه وزيت وصابون، لا ده كتب، ده فكر، دي ثقافه. اعتقد انه لازم نسعى وشويه كده نتوقف عن جلد الذات، احنا كويسين. لا، يقول لك الثقافه المصريه بعافيه، انا السنه اللي فاتت قلت الثقافه المصريه بعافيه. لا، بيكم مش بعافيه، ده بيكم الثقافه المصريه عافيه. انا يعني كان لازم اشكركم في الاول، ولازم اقول انا سعيد جدا بالمستوى اللي شايفه من الحضور ومن هذا الاهتمام. ادخل لموضوع الكتاب. اعتقد معرض القاهره الدولي للكتاب هو ثاني اهم واكبر معرض في العالم بعد معرض فرانكفورت الدولي. يعني السنه اللي فاتت 4 مليون تقريبا او 3 مليون، السنه دي 4 مليون واحد متردد على المعرض، عندي اكتر من مليون عنوان، يعني مليون كتاب. ايه الحركه؟ ايه العظمه دي؟ انا فخور وسعيد ومش عارف اكتم يعني او اخبي شعوري بالسعاده من المستوى اللي بيقول ان احنا على الطريق الصحيح ومصر في خير. اللي مش عاجبه الكلام اللي مصر بتعمله دي قصه ثانيه. انا النهارده بقول لاحد اصدقائي احنا داخلين الموجودين في معرض القاهره الدولي دلوقتي قد سكان قطر. انا مش ببالغ، الاستاذ كرم بيقول لي مرتين ثلاثه. يعني انا في تقديري ان احنا بخير، يعني انا النهارده بقول لا والله احنا بخير. كفروا علي بن ابي طالب، قالوا انت كافر. تخيلوا، قالوا لعلي بن ابي طالب انت كافر، كفروه. ده فين؟ ده علي بن ابي طالب نفسه اللي كان بيبات مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني معناها انه لسه في بدايه، لسه النبي روحه موجوده منهم، وقال له انت كافر. ايه يا عم في ايه؟ هو بيزايد على ايمان علي وبيزايد على علي، بيقول له انت لا تطبق شرع الله وانت ما بتعملش كذا وانت 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 وسبانيا الى اخره. كيف وجع علي هؤلاء؟ سيدنا علي قتل كل هؤلاء الخوارج قتلا 4-5000 واحد، قتلهم مره واحده عشان حفاظا على الدوله ساعتها وغيره وغيره. مرورا بقى خد اشكال مختلفه الخوارج اللي بيزايدوا على الدين، القرامطه ثم اللي هم كان اساس الشيعه، الى الان وصلنا لاشكال مختلفه الى الاخوان، بنسميهم خوارج هذا العصر. ممكن ناس تتفق، ممكن ناس تختلف، ممكن ناس تقول انك بالغ، ممكن ناس تقول غيره، احنا بنتكلم في سياق عام لا يقبل الجدل بالمناسبه. الاخوان سنه 28 ودي ملامح سريعه، سنه 1928 كانوا مشروع للمخابرات البريطانيه، وهذا الكلام قلناه وبنقوله وما بنخافش نقوله. 1928 المخابرات البريطانيه حاولت تعمل مشروع ليها في المنطقه. الفكره ايه؟ السائده الدين، الناس بتحب الدين، خلاص نعمل مشروع استخباراتي نركبه لباس الدين. فكانت جماعه الاخوان وحتى هذه اللحظه علاقه في هذا الكتاب بالمناسبه، علاقه الاخوان، علاقه جماعه الاخوان باجهزه الاستخبارات الاجنبيه عن طريق السفارات الاجنبيه الموجوده في مصر موثقه بمحاضر لا تقبل الجدل. قالوا ايه واتفقوا ايه؟ انا بفكركم حاجات الرئيس عبد الناصر كان بيخطب بيقول كنا احنا قاعدين بنتكلم عن تفقيد الجلاء وهم بيتكلموا لا احنا مش مصلحتنا الجلاء، مش مصلحتنا الحرب الانجليز، احنا قد يكون لنا مصالح في منطقه اخرى.
اذا هم فصيل مش وطن من الاول. هو الامور واضحه لكن الاخطر شهادتهم على بعض. انا فاكر من سنتين تقريبا من سنتين رحت زرت اللي هو اخبار علام في منزله وخدت رايه في بعض الكتب الصادره عنه في قيادات اخواليه. اما تلاقي ان في كتب تاني كذا وكذا وكذا في مذكرات ليهم. لو قدرنا نحط ايدينا ونجمع ماذا قال الاخوان عن الاخوان؟ ماذا قال الاخوان لجهات اجنبيه؟ ماذا قال الاخوان لسفارات اجنبيه؟ وحطيناها في هذا الكتاب. ومش بس كان الاخوان، لا الاخوان وغير الاخوان. الاخوان دول الرحم اللي جمع كوائد كتير. خرج بين رحم الاخوان السلفيه الجهاديه والجهاد والتكفير والهجره، حتى داعش، حتى النصره، حتى القاعده، كله خرج من رحم الاخوان وكان الدستور بتاعهم. كتب سيد قطب وباقي الكتب فريد الغريبه وغيره وغيره كله من رحم الاخوان.